وللتخفيف من أعباء التنقلات بين الأقضية والمحافظات الأخرى، انطلقت في قضاء بلد أعمال مجمع تسجيل المركبات، والذي يشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل جنوب المحافظة، تعزز الواقع الاقتصادي. عبد الجبار مهدي والتفاصيل. باشرت الكوادر الفنية والهندسية بأعمال مشروع مجمع بلد المرور الموحد، والذي سيشمل دوائرا مرورية لتسجيل المركبات وإجازات السوق ونقل الملكية والسنويات وفحص المتانة. بعد المباشرة بأعمال إنشاء المجمع تسجيل المركبات في قضاء بلد، حقيقة هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة وأحد المنجزات المهمة الذي يتم تنفيذها في قضاء بلد، لأنه راح يخفف عناء السفر للمواطنين الساكنين في قضاء بلد والضلوعية والدجيل ونواحي الإسحاقي ويثرب والحاتمية وحتى سامراء من العناء إلى مركز المحافظة تكريت في المحافظة، وأيضا سوف يستقبل المواطنين من المحافظات المجاورة لقضاء بلد وخاصة محافظة ديالى والمناطق القريبة من المحافظة بالنسبة لمحافظة بغداد. هذا المشروع أيضا له أهمية اقتصادية، لأنه راح ينعش المناطق المجاورة لهذا المجمع تجاريا، لأنه سوف يكون هناك عدد من السيارات الداخل للقضاء، وأكيد أنه وجود وافدين إلى القضاء سوف يعمل على على انعاش الاقتصاد المدينة وعلى زيادة الحركة التجارية في المدينة. أنشأ المشروع على مساحة 3 دوانب في مركز قضاء بلد، والذي سيسهم بتخفيف الزخم على المجمعات في تكريت وبغداد، فضلا عن دوره في انعاش الحركة الاقتصادية في جنوب المحافظة. هذا المشروع يخفف الزخم أولا على محافظة صلاح الدين، ثانيا يسهل الأمور لأنه المسافة البعيدة يخدم أهالي بلد ويخدم أهالي الإسحاقي وأهالي الدجيل وسامراء، هذول اللي والضلوعية، وبالإضافة إلى المناطق اللي تابعة لدياله مجاورة لدياله البغداد شمال بغداد يقدرون، لأنه هذا مشروع وطني موحد لكل العراق، وحتى لتحويل باقي المحافظات مثلا المحافظات الجنوبية أو المحافظات اللي خلينا نقول نينوى كركوك صلاح الدين كلها هنا، لأنه يعتبر مشروع وطني. مواطنون عبروا عن ارتياحهم لاستمرار حركة البناء في هذا المجمع الحيوي، والذي يعد من أهم المشاريع الحيوية التي تنفذ لإنهاء معاناة المواطنين في تسجيل المركبات. صار مشروع حيوي وخدمي للمدينة لقضاء بلد وللأطراف مال البلد، جدا مشروع جدا راقي، وإحنا نطالب بإسراع إكمال المشروع مال موقع المرور، يخدمنا أن وللأطراف مال البلد جميعا، لأن إحنا أصحاب دراجات نارية اللي عنده عجلة اللي عنده كذا اللي عنده إجازة مسوق تحويل ملكية، اللي يطلبون من عنده مثلا استعلام مال عجلة أو دراجة، أشوف ما في داعي واحد يتعنى لتكريت والطريق بعيد. أكو رجل كبير بالسن، أمرأة كبيرة، مثل أخواننا بالرعاية يحتاجون معدوم كتب، ما في داعي يروح التكريت، مرأة خطية ما عدا حد تتوسط دم فلان وفلان يروح يتعنى التكريت يجيب له الكتاب. على الأقل إحنا هنا موقع، وجزا الله خير كل من سعى وبادر به، موقع جدا مفيد للقضاء. هذا الشيء جيد جدا للمدينة، تعرف أنت مسافات الطريق اللي تروح بها التكريت والأزمات اللي تواجهها بتكريت، فهذا أحسن شيء أنا أشوفه. مجمع بلد المروري الموحد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المرورية في صلاح الدين، تضافرت جهود القائمين عليه في إنجازه بالفترة المحددة. من قضاء بلد، عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.